ما بين ظهور أول فيلم سينمائي سعودي عام 1966 ويومنا هذا مرحلة من الجفاف السينمائي مرت بها المملكة، ويبدو واضحا مدى تحقيق ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الرجوع إلى الحالة الطبيعية التي كانت عليها المملكة قبل عام 1979 التي كان للصحوة دور في تعطيل هذه الحياة. السعودية لم تكن كذلك قبل 79. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 79 لأسباب كثيرة ليس مجال اليوم ذكرها، فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم. قرار عودة السينما للسعودية قرار انتظره السعوديون كثيرا، والذي يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية مناسبة لسكان وزوار المملكة. ووزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي أكدت أنها ستبدأ في إعداد الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة، وسيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للسعودية. هذه عرضة أزياء ولا شكلها؟ شوف يا بركة، أنت كبرت وصار لازم تكون في وحدة تسوي شغل البيت وتخدمك وتسوي لك شماخك كل صباح. أهلاً، أنا بحارة غنية عن التعريف. وأنت؟ اسمي بركة عرابي. السينما لم تكن يوماً مجرد صالة عرض يتم فيها استعراض أحداث فيلم، إنما كانت السينما ولا تزال صناعة فكرية مؤثرة على المجتمع من خلال تلك الرسائل التي تنشرها. صدق يعني رحلة لتركيا في الأوضاع هذه شنطتك؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم. يا أبو عكرمة، تخلي وضعك ما يطمن. الخبراء والمحللون أكدوا أن العمل في القطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا كبيرا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.